بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع مراجعة اللغة العربية. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو الانتباه طلابي الأعزاء حتى نستطيع أن نستعد للاختبار القادم، وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح. أولا، القراءة والمفردات. النص الأول: اقرأ نص إني رأيت نملة، ثم أجب عن الأسئلة. قال الشاعر: إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. نادت على أخت لها تعينها، فالحمل مال. لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال: تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. السؤال الأول: نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، ما معنى الكلمة التي تحتها خط في الجملة السابقة؟ وهي كلمة مال، هل هي نقود؟ فالحمل نقود، فالحمل ذهب، فالحمل انحرف، مال أي انحرف. وهذه هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. السؤال الثاني: ما السبب في حيرة النملة؟ هل كان السبب أنها لم تعرف كيف تعود لبيتها؟ أم كان السبب خوفها من الحيوانات المفترسة؟ خائفة من الحيوانات المفترسة؟ أم لم تستطع حمل الطعام وحدها؟ فكان هذا السبب هو حيرة النملة. أم فقدت الطعام الذي كانت تحمله؟ بالطبع الإجابة لم تستطع حمل الطعام وحدها، ولذلك كانت في حيرة من أمرها، فنادت على أختها لتعينها. السؤال الثالث: ما المعنى العام التي تدور حوله الأبيات السابقة؟ وهنا طلابي الأعزاء نذكر المعنى الذي تدور حوله القصيدة، وهي أن النمل مخلوقات متعاونة. ننتقل طلابي الأعزاء إلى السؤال التالي، وهو عبارة عن نص خارجي، وينبغي أن نركز في قراءتنا للنص حتى نستطيع الإجابة على النص بكل يسر وسهولة. النص الثاني: اقرأ نص الذئب والأرنب، ثم أجب عن الأسئلة. في يوم من الأيام ظل أرنب في غابة كبيرة، فقابله ذئب مكار يريد أن يخدعه ليأكله. فقال له: أي ذئب، هل تريد المساعدة؟
أحس الأرنب أن الذئب سوف يأكله، ففكر في حيلة ذكية تنقذه. فقال للذئب: إن أبي قد أرسلني إليك لتأكلني. الذئب: لماذا؟ الأرنب: لأنني لا أسمع كلامه. لكن الأب أوصاني أن أغني لك قبل أن تأكلني. الذئب أجاب عليه: الذئب، غني بسرعة. صعد الأرنب على صخرة وصاح بصوت عال، فسمعه الأب وأتى مسرعا. هنا فر الذئب هاربا. السؤال الرابع: فقابله ذئب مكار. ما معنى الكلمة التي تحتها خط في الجملة السابقة؟ هل في النص السابق طلابي الأعزاء الذي قرأناه الآن كان الذئب ذكيا أم كان شجاعا أم كان صادقا مع الأرنب أم كان مخادعا نصفه بالخداع؟ بالطبع طلابي الأعزاء كانت صفته الخداع، فكان يريد أن يخدع الأرنب، فالإجابة مخادع. السؤال الخامس: بما أوصى الأب الأرنب قبل أن يأكله الذئب؟ في النص طلابي الأعزاء الأب أوصى الأرنب بوصية، هذا ما قاله الأرنب للذئب، فكانت الوصية هي الغناء، أن يغني الأرنب، أن يأكل الأرنب قبل أن يأكله الذئب، أن يشرب الأرنب قبل أن يأكله الذئب، أو يرقص قبل أن يأكله الذئب. كانت الوصية طلاب الأعزاء أن يغني الأرنب قبل أن يأكله الذئب، وهذه هي الحيلة التي استخدمها الأرنب حتى يفر هاربا من الذئب. السؤال التالي: ما الصفة التي تنطبق على كل من الأرنب والذئب؟ إذا أردنا أن نصف الأرنب في هذا النص، كان ذكيا لأنه استطاع بحيلة ذكية أن يقول للذئب أن الأب أوصاه بأن يغني قبل أن يأكله الذئب، فصاح بصوت عالي، وهنا أتى الأب وفر هاربا الذئب من الأرنب وأبيه، فكان الصفة الأرنب الذكاء. أما صفة الذئب فكان مكارا، فصفة الذئب كانت الخداع والمكر، كان يريد أن يخدع الأرنب ليأكله. ننتقل إلى السؤال السابع: صعد الأرنب فوق صخرة، ما ظرف المكان في الجملة السابقة التي أمامكم؟ صعد الأرنب فوق صخرة، وظرف المكان كما درسناه طلاب الأعزاء هو الذي يدل على المكان، فالإجابة هنا الأرنب صعد فوق صخرة. الإجابة طلابي الأعزاء فوق هو ظرف المكان.
ننتقل إلى تدريبات إثرائية رقم 2، وهي تجتمع على التدريبات اللغوية: أجب عن الأسئلة، نقط خالد إلى وطنه غدا. ويريد منا في هذا السؤال أن نكمل النقاط لملء الفراغ، فالسؤال يقول: ما الفعل المضارع المناسب لملء الفراغ في الجملة السابقة؟ هنا الفاعل طلاب الأعزاء دل على واحد أو واحدة أو دل على اثنين أو أكثر. الفاعل هنا طلاب الأعزاء مفرد، فلا بد أن يكون الفعل أيضا مفردا حتى يطابق الفعل للفاعل. الاختيارات: يسافر خالد إلى وطنه غدا، أو سافر خالد إلى وطنه غدا، أو يسافران خالد إلى وطنه غدا، أو يسافرون خالد إلى وطنه غدا. بالطبع كما شرحنا طلابي الأعزاء، خالد دل على المفرد، فلا بد أن يكون الفعل دالا على المفرد، ويكون زمنه في المضارع الحال أو الاستقبال. فلا يجوز أن نقول سافر خالد إلى وطنه غدا، لأن سافر دلت على الماضي. ويسافر فعل مضارع، يسافران فعل مضارع، يسافرون فعل مضارع، ولكن الكلمة التي دلت على الفعل المضارع وهي في حالة الإفراد هي الإجابة رقم A، يسافر. فتكون الجملة: يسافر خالد إلى وطنه غدا. السؤال التالي طلابي الأعزاء، يريد منا أن نقبل الفراغ في الجملة السابقة بفعل ماضي: أحمد إلى النادي أمس. أي الأفعال الماضية الآتية مناسب لملء الفراغ في الجملة السابقة؟ ذهب أحمد إلى النادي أمس، أم يذهب أحمد إلى النادي أمس، أم ذهب أحمد إلى النادي أمس، أم ذهبوا أحمد إلى النادي أمس؟ الإجابة طبعا طلابي الأعزاء هي ذهب. لماذا؟ لأن الاختيار الأول ذهب، الفعل هنا دل على اثنين، أي أن الفاعل سيكون دالا على اثنين، ذهب أحمد لا يجوز، وذلك لأن الفعل يدل على اثنين، وهنا الفاعل دل على الإفراد. ويذهب فعل مضارع، والإجابة الأخيرة هي ذهبوا تدل على الجماعة بها واو جماعة، فالإجابة الصحيحة هي ذهب، ويكون المثال ذهب أحمد إلى النادي أمس. السؤال التالي، هذا قلم صغير، حول الجملة السابقة إلى المثنى وغير ما يلزم. هذا يدل على المفرد، إشارة يستخدم للمفرد المذكر، وكذلك قلم، وأيضا كلمة صغير هي كلمة تدل على المفرد المذكر. يريد منا إذا كان الاسم في المفرد مذكرا، فأيضا عندما نحوله إلى المثنى يصبح أيضا مذكرا، ولكنه نضيف عليه علامات المثنى. فأقول هذا مبتدأ مرفوع بالضمة، فيكون الإجابة هذان قلم، قلمان صغير
صغيران. وبذلك تكون الجملة: هذان قلمان صغيران. إلى هنا طلابي الأعزاء نكون قد انتهينا من الإجابة على التدريبات الإثرائية، وراجعنا على الأشياء المهمة التي يجب أن تراجعوها جيدا حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن نجيب عن الاختبار القادم بكل يسر وسهولة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يجعل النجاح حليفكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.